السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه على التشكيله المتوقعه لمباريات نصف النهائي من بطوله كاس العرب قطر 2021. لكن قبل ما نبدا ندخل في التفاصيل، يا ريت لو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، تعمل اعجاب لو الفيديو عجبك. في البدايه خلينا نتكلم على مباراه الجزائر وقطر، المباراه اللي هتكون في غايه الصعوبه على الطرفين الحقيقه. يعني المنتخب القطري، يذكر ان المنتخب القطري يلعب بالتشكيله الاساسيه بقوته الكامله، بقوته الضربه طبعا، اللي بيضم عناصر هائله جدا في خط الهجوم، بالاخص خط الدفاع عنده بعض المشاكل بيعاني منها، يجب استغلالها من جانب المنتخب الجزائري. بالنسبه للمنتخب الجزائري زي ما احنا عارفين، يعني بيضم 2 أو 3 لعيبه فقط من التشكيل الاساسي بتاعه اللي بيلعب بيه في الفريق الاول، تشكيل الجمال بالماضي. ومع ذلك المنتخب الجزائري بيقدم مستوى هائل جدا في البطوله، وبيلعب بقوه وبشراسه، والروح طبعا الروح الجزائريه متواجده في كل اللاعبين البدلاء والاساسيين حتى في المنتخب الثاني. طيب لو اتكلمنا عن التشكيل الامثل اللي ممكن يبدا بيه المنتخب الجزائري، هيكون في حراسة المرمى رئيس بلحي، وامامه رباعي خط الدفاع حسين بن عياده والياس شتي ومحمد توجي وعبد القادر بدران. اعتقد دول افضل 4 يقدروا يلعبوا في الوقت الحالي، ودول لعبوا اخر مباراه واثبتوا يعني جدارتهم الى حد ما. هيكون قدامهم ثنائي الارتكاز حسام الدين مرزيق وسفيان بن دبكه، ايضا دول الاثنين اللي في تفاهم ما بينهم ودايما بيلعبوا في الايام الماضيه. يعني مرزيق لاعب شباب بلوزداد وسفيان مدوكا المحترف في الدوري السعودي. هيكون امامهم الثلاثي الطيب المزياني ويوسف البليلي وياسين ابراهيمي، ايضا دول الثلاثه المتفق عليهم من كل الجوانب حتى الان، واللي بيقدموا مستوى جيد. يعني ربما نشوف امير سعيود على حساب الطيب المزياني، لكن هذا الاحتمال هيكون ضعيف طبعا في الوقت الحالي. وهيكون المهاجم الصريح بغداد بنجاح. يعني بغداد بنجاح هيكون عودته عوده مهمه جدا، لان المنتخب الجزائري في مباراه المغرب كان بيعاني من اهدار الفرص، وطبعا كان فيه هجمات مرتده كتير جدا. المنتخب الجزائري ما كانش فيه اي استغلال، لان ما كانش فيه مهاجم صريح يعوض اللاعب بغداد بنجاح. اعتقد مع وجود بغداد بنجاح هتكون كل الفرص هتكون اهداف، او تقريبا 80% من الفرص هتكون اهداف، لان طبعا المعدل التهديفي للاعب بغداد بنجاح دايما بيكون عالي، ولاعب ما شاء الله يعني من افضل مهاجمين القاره في الوقت الحالي. زي ما قلت لكم، يعني التشكيله اللي لعبت اخر مباراه امام المغرب هيكون فيها تغيير واحد اللي هو بغداد بنجاح، واعتقد هتكون تغييره في صالح المنتخب الجزائري جدا جدا. يعني بالنسبه للمنتخب القطري زي ما قلنا، هو منتخب صعب، لابد ان المنتخب الجزائري ياخد حذره دفاعيا. اما بالنسبه للمنتخب الجزائري هجوميا وعلى الهجمات المرتده، لو قرر المدرب مجيد بوجره يلعب على الهجمات المرتده هيسبب مشاكل كبيره جدا لدفاع المنتخب القطري، اللي زي ما قلت لكم بيعاني في خط الدفاع، عنده مشاكل دفاعيه، عنده عدم انسجام، وده دايما سمات المنتخبات والانديه الخليجيه، بتلاقي دايما عندهم معاناه في خط دفاع لابد ان يلعب عليها المنتخب الجزائري. بالنسبه للمباراه الثانيه، والمباراه طبعا يعني مباراه ديربي ما بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي، هتكون مباراه في غايه القوه وفي غايه الاهميه هي الاخرى. يعني منتخبين تقريبا مستواهم متقارب، تفكير الاثنين مدربين ان كان منذ الكبير او كارلوس كيروش، اعتقد التفكير يعني قريب جدا من بعضه، وبالنسبه في بالنسبه لطريقه اللعب داخل ارض الملعب. التشكيلة المتوقعة بالنسبة للمنتخب التونسي هيكون المعز حسن في حراسة المرمى، ده لا خلاف عليه، رباعي خط الدفاع دراغر وبلال العيفة وياسين مرياح وبن حميدة، أعتقد دول الأربعة أفضل 4 أيضا يلعبوا في المنتخب التونسي. يعني ما أظنش إن علي معلول هيدخل أو حمزة المسلوسي، لأن طبعا زي ما قلت لكم دراغر وبن حميدة ثبتوا تواجدهم بشكل مش طبيعي، يعني 2 لعيبة جوهم كبدلاء وأثبتوا تواجدهم، وأعتقد هم اللي هيلعبوا في مباراة الغد. بالنسبه لثنائي خط الوسط الارتكاز، اعتقد هيكون فرجاني ساسي وغيلان الشعلالي، وهتكون في عوده ايضا عوده هامه جدا لمحمد علي برمضان، ربما يدخل محمد علي برمضان، لكن بنسبه 90% هيكون الشعلالي وفرجاني ساسي. هيكون امامهم نعيم السليتي وحنا بعلي مجبري وخلفه طبعا او بجانبه اللاعب يوسف المسكني، وفي المقدمه اللاعب سيف الدين الجزيري. يعني تقريبا ايضا دي نفس التشكيله، يعني نفس التشكيله اللي لعبت بيها تونس اخر مباراه، ما اظنش ان هيبقى فيها تغييرات، لان دي التشكيل الامثل في كل الخطوط. يعني اعتقد دي التشكيل الامثل اللي هيبدا بيه المنتخب التونسي، وايضا هي تشكيله مخيفه وتشكيله جيده جدا من اللاعبين. المنتخب التونسي يعني في المباريات المهمه والمباريات المصيريه بيظهر لاعبيه يعني بروح جيده، وفعلا بيقدروا يحققوا المطلوب. يعني بالنسبه للمنتخب المصري هتكون تشكيلته المتوقعه، محمد الشناوي في حراسه المرمى، يكون امامه على اليمين اكرم توفيق، وعلى اليسار احمد فتوح، وثنائي في قلب الدفاع هيكون الونش وحجازي، اعتقد دول افضل 2. يعني بالنسبه للاعب احمد ياسين، هو لاعب قليل الخبره، ربما يسبب بعض المشاكل مثل ما حدثت في مباراه الاردن.
هيكون احمد حجازي ومحمود الونش، هيكون قدامهم طبعا عمرو السوليه وحمدي فتحي اللي نسبه جاهزيته تقريبا 100% وجاهز للقاء، وهيبقى قدامهم على اليمين زيزو وعلى اليسار احمد رفعت، وصانع العاب هيكون محمد مجدي قفشه، وفي المقدمه مروان حمدي. ده التشكيل المتوقع. طبعا يعني تواجد مروان حمدي اعتقد هي مشكله وكارثه كبيره، لان اعتقد محمد شريف افضل منه بكتير، بالاخص انك بتلعب كوره على الارض. يعني انت كمدرب كارلوس كيروش بيلعب كوره على الارض، ما بيعملش عرضيات كتير جدا وما بيلعبش على العرضيات، لذلك انت محتاج لاعب مهاري ولاعب بيقدر يسدد على المرمى زي محمد شريف. هيكون دي التشكيله طبعا المتوقعه بالنسبه للثلاث منتخبات، منتخب الجزائر ومنتخب تونس ومنتخب مصر. نتمنى طبعا التوفيق للجميع.